نعرفوا مارسيل منيش معناتها فيها جاليات كبار المغرب العربي. اكيد معناتها احنا بيدنا كي كنا ماشيين مارسيل نحسوا روحنا كونه باش نلعبوا في ملعبنا، في عبارة باش نلعبوا في المنزه، باش نلعبوا في سوسه، باش نلعبوا في المستير، باش نلعبوا يعني نحسوا روحنا معناتها شنو معناتها في دارنا. العدد الكبير اللي جاي من التوانسه، العدد الكبير اللي كان حاضر في الفيلودروم، كما قلت لك معناتها بمحبتنا في اللي شفناه معناتها نقاو معناتها بريسك شتار فيلودروم معناتها بعلامات تونس، ناس كلها لابسه في الاحمر والابيض. نهارتها نتفكر كان درابو كبير ورايا وقتها وقت اللي شفناه، كان امبيونس كبيره معناتها، كانت جو كما قلت لك معناتها عباره في ملاعب تونس، كان زحف معناتها من الجماهير التونسيه صار نهارتها، جاو على البخرات، جاو على الطائرات، جاو من جميع اوروبا، جاو معناتها من بارتو معناتها، ولذا كانت زحف كبير تلمو معناتها. نهارتها كنت يعني كان علي ضغط كبير، كانوا علي عدد معناتها برشا كور تصديت لهم، تفكر معناتها كان علي معناتها من اللي بداوا معناتها هما يساليو فينا معناتها. كنت عديت مقابلة محترمة، عديت مقابلة كنت حاضر فيها، كنت خذيت مير جوغور بون مير واحد، خذيت كانت عندي أحسن مير نوت، كنت عديت مقابلتي كيما الأولاد، ما حتى حد ما خبى حاجة معناتها، لكن كل حد ونهاره وكل نهار وجاهزيته في النهار هذاك. كرة اللعب شوت، لما يخلصها حارس المرمى حلوة، الواعر على طول حولها خارج الملعب وبربرت فيها، برافو يا شيخ الواعر. أنا كنت نحضر ليزيفينمون الكبار، شكري أنا من نوعية الملاعبية اللي نكبر مع المقابلات الكبيرة وتلقاني مردودي سيء في المقابلات، يعني الله غالب كل معناتها في كل ملاعبي وعنده نوعيته. نحب لو ديفي، نحب التحدي، نحب المواجهه، نحب البرات فير، يعني نحب الماتشوات اللي يكونوا صعاب، نحب الضغط، ما نتقلقش من الضغط، نشيخ بالضغط. شيرينغهام يطلع بعرض مع الدرب ده بالجول، منهم ايضا تحويله حلوه، شكري ابعدها على طول، فرصه ثالثه لمنتخب انجلترا، برافو يا شكري الواعر. عارف اللي باش يكون نهار سخون على الديفونس وعلى الجول، متاكد منه معناتها، وكان نهار سخون عليا، كان عدت معناتها كرات معناتها الناس كل معناتها الناس كل شتت لي معناتها بريسك اتاك كامله وسط كامل، الناس كل تشوت وبالاريتي واللي بالاريان وانا ندخل ونقص ولوم هوم راس راس وشوت ولي ديفياسيون بالراس معناتها جميع انواع الكرات معناتها شفتهم نهارتها. اوروزمون ساعه اول حاجه كنا نجموا السكور كان ينجم يكون اثقل الحقيقه، كان نجاح شخصي لكن كمجموعه كنا نجموا نعملوا مخير، كما قلت لك نعاودها وبعد 20 سنه معناتها كنا نجموا نعملوا مخير، خاطر عندنا دي زانديفيديواليتي باهين، نعرفوا الملاعب التونسي معناتها ديفونس صحيحه هكاك كنا نجموا نخرجوا من الماتشوات. صاروا بعض الحاجات في البريباراسيون، جو هكا بين مدرب وجو عام صغير خايب مش ملاذ، هو عملنا تحضيرات مش في مستوى المونديال زاد كيف ما كانش هو الشيء اللي خلانا ما نجموش نقدموا مردود احسن من هكاك، رغم الايفور الكبير اللي عملوه جل الملاعبيه. الحقيقه مدرب كان وجو داير بالمنتخب ما كانش في التوب، وهذاك الشيء اللي خلانا ما كنوش معناتها ما نكونوش في الجاهزيه القصوى نتاع المجموعه.